أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الحزمة التنموية التي قدمها البنك الدولي لليمن والكيفية التي ستقوم فيها الحكومة بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي خصص البنك الدولي منحا مالية لدعمها. أعلن وفد البنك الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة معين عبد الملك عقد بعدن عن اعتماد حزمة تنموية لليمن بقيمة 400 مليون دولار ستمول لتنفيذ مشاريع استراتيجية. وقال المدير التنفيذي للبنك ميرزا حسن الذي يرأس الوفد إن البنك الدولي قدم لليمن 1,700,000,000 دولار طوال الفترة الماضية، متعهدا بدعم مؤسسات الدولة والبنك المركزي والقطاع الخاص. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: كيف يمكن أن تساهم الحزمة التنموية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية داخل اليمن؟ وماذا تحتاج الحكومة للقيام به من أجل استثمار أي منح مالية بشكل فعال؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. حزمة تنموية جديدة ستصل إلى اليمن، وحاجة لمشاريع استثمارية وخدمية عديدة في بلد أنهكه القتال ودمر كل ملامح الحياة فيه. دمار تام وشبه تام للمنازل والمستشفيات والمنشآت الحكومية والمصالح العامة والخاصة، ووعود حكومية لإعادة إعمار شامل لما دمرته الحرب في العديد من المناطق، فضلاً عن تسليم كافة رواتب موظفي الدولة. البنك الدولي وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة معين عبد الملك في عدن أعلن اعتماد حزمة تنموية لليمن بقيمة 4 مليون دولار، وأكد وفد البنك الدولي أن الزيارة تأتي للتأكيد على استمرار دعم اليمن. هناك يعني حزمة ب 400 مليون دولار يعني جاء بها البنك الدولي، وهذه يعني حزمة أولى، وإن شاء الله في الأشهر القادمة تكون ثم يعني تمويلات أخرى وسنعلن عنها في أوانها. الحزمة التنموية المقدمة لليمن وبتأكيد أعضاء وفد البنك ستعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف مناطق الجمهورية بالشراكة مع الحكومة. ليست هذه الحزمة التنموية الأولى التي يقدمها البنك، فقد قدم لليمن 1,700,000,000 دولار طوال الفترة الماضية ارتبطت بمشاريع للبنية التحتية والقطاعات الحيوية في اليمن. رئيس الحكومة معين عبد الملك استعرض رؤية الحكومة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبيّن أن الحكومة نجحت في إيقاف تدهور العملة وتفعيل القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والكهرباء، ودفعت رواتب ما يقارب 65% من موظفي القطاع العام في مختلف مناطق الجمهورية. لكن في المقابل يجد مراقبون أن المنحة والحزم المالية لن يكون لها أثر واضح ما لم تسبق بتعزيز مبدأ الشفافية في تنفيذ المشاريع، وقبل ذلك تحقيق حزمة من الإصلاحات الإدارية والرقابية في مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة. نبدأ النقاش مع ضيفنا من اسطنبول المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور شهاب العزعزي. دكتور شهاب مساء الخير. مساء النور. أهلا بك دكتور شهاب. دكتور شهاب، بداية، كيف يمكن أن تساهم المنحة التنموية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أكيد سيكون لها دور إيجابي، لأن المبلغ طالما جاء على شكل منحة يعني ليس عليه التزامات مالية كقرض استعادته أو فوائد، ولكن سوء إدارة هذه المنحة بعدم ترتيب مسبق ووجود دراسات جدوى حقيقية لمشاريع تنموية يتم التنسيق من أجلها بحيث يتم الاستفادة بشكل كامل، سيكون هناك مشكلة كبيرة، لأنه هذه المبالغ تستنزف ويكون لهذه المشاريع عدم جدوى أو لا يمكن تكرارها مرة أخرى هذه الفرص. نعم دكتور، تفضل دكتور شهاب. أنا أرى أنه الأصل كان الجانب الحكومي اليمني يكون لديه خطط استراتيجية عاجلة لبعض المشاريع الاستراتيجية المهمة مثل قطاع البنية التحتية والكهرباء والصحة والتعليم، وأن لا يصرف منها مصاريف خلينا نقول نقدية عجز أو لسد بعض الالتزامات المرتبات وغيرها، لأن هذه تستنزف الأموال بدون جدوى.
النقطة الثانية يتم التركيز على مشاريع يمكن تحقق عائد مالي أو تستطيع مشاريع تكون لها استدامة لأنها تغطي نفقاتها وتحقق إيرادات، ومن هذه الإيرادات بعد ذلك يتم عملية الصرف. نعم دكتور شهاب، منح سابقة أيضا تحدث عنها البنك الدولي منذ 2016 تقريبا وحتى اليوم وصلت إلى أكثر من مليار و700 مليون دولار، بتقديرك كيف تمت الاستفادة من المنح السابقة هذه؟ ما لم يلمس المواطن اليمني ولا أعتقد يعني بشكل عام أي أثر لهذه المنح بسبب أعتقد مشاكل عدم الاستقرار التي مرت بها الحكومة الشرعية واليمن، وأيضا لم يكن هناك وضوح وشفافية في طريقة صرفها وطريقة تأسيس هذه المشاريع وإدارتها. قد يكون هناك أيضا اختلالات لا نعرف كيف صرفت هذه المبالغ بطريقة صحيحة أو لا، ولا نستطيع أن نحكم، لكن بشكل عام يعني عدم وجود أثر إيجابي لهذه المنح يفقد الثقة عند الآخرين أنه لن يكون هناك أي فائدة أو جلوة فيها. وأنا اللي أعتقد أنه عملية الإصلاح والشفافية للمبالغ التي صرفت لهذه المشاريع الأصل أن يتم نشرها وتوضيحها إذا كان هناك إمكانية، إذا لا توجد إمكانية يتم الاستفادة من هذا الخطأ للفترة القادمة وللمبالغ الجديدة. دكتور شهاب ابقى معي، استضيف معنا ايضا في هذا النقاش الخبير الاقتصادي من عدن الدكتور سعيد عبد المؤمن. دكتور سعيد، ماذا يمكن ان تقدمه الحزمه التنمويه لليمن في ظل سوء الاداره كما اسلف ضيفي السابق من اسطنبول؟ حقيقه الحزمه الاقتصاديه جيده، يعني مبلغ 400 مليون دولار اللي خصصه البنك الدولي يعتبر مبلغ جيد، لكن هذا المطلوب الاتي: اولا ان يدخل هذا المبلغ ضمن الدائره الماليه او الجهاز المالي المصرفي رسميا بحيث يساعد على الاقل في دعم العمله، وهذا بيكون له دور كبير جدا لان استقرار العمله مهم جدا في احداث اي جانب تنموي او تطويري، باعتبار انه قله استقرار العمله يؤثر على الاستثمارات ويؤثر على المستثمرين ويؤثر على الحياه الاقتصاديه بشكل عام. الشيء الثاني انه بامكان مثل هذا المبلغ اذا وجه التوجيه السليم ان يتم انشاء مجموعه مشاريع تعمل على تحقيق تنميه مستدامه تؤدي الى تحسين اداء الاقتصاد، تطوير الاقتصاد، تفعيل الاداء الاقتصادي، رفع من كفاءته، في نفس الوقت تحقيق يعني بعض المؤسسات رفع من قدرتها على الاداء. نعم. بالاضافه الى الجوانب الاغاثيه، ممكن يعني الجوانب الاغاثيه خاصه انه وضع الناس الان في كثير من المناطق وضع سيء، فهذا ممكن يكون له اثر كبير في هذا الجانب يعني. نعم، ما هي هذه المشاريع المهمه التي تحدثت عليها عنها؟ في ماذا تتمثل؟ تتمثل بالطرق بدرجه اساسيه باعتبار ان اصبحت الان الطرق مهمه جدا في العمليه الاقتصاديه، وفي اليمن بالذات اصبحت الطرق رديئه جدا حتى انه اصبحت تمثل كارثه لعمليه الحركه والنقل. كذلك بناء السدود عشان تشجيع الجانب الزراعي، دعم بعض المؤسسات الحكوميه مثل مصافي عدن للارتقاء بادائها بحيث تتمكن من تغطيه احتياجات الناس المشتقات النفطيه، دعم القطاع الخاص بحيث يتمكن مؤسسات هذا القطاع الخاص الانتاجيه من انها تشارك من انتاج بعض السلع اللي يحتاجها المجتمع بدلا من عمليه الاستيراد اللي اصبحت الان ترهق كاهل الاقتصاد وتستنزف العمله الصعبه بشكل كبير، وفي نفس الوقت يعني ما تحدث اضرار على الجانب الاقتصادي بشكل كبير مع تجنيد المؤسسات، اي انه هنا يعني ممكن الدعم هذا ان يتجه في اتجاهين، في اتجاه المؤسسات العامه وفي اتجاه المؤسسات الخاصه، بالتالي وتقديم الخدمات، وبالتالي ممكن مثل هذه المشاريع ان يكون لها دور كبير بالاضافه الى الجانب الاغاثي، يعني الجانب الاغاثي بيكون له دور كبير اذا ما تم احسن استخدام المبالغ الموجهه لهذا الجانب بحيث على الاقل تحقق نوع من المعيشه الكريمه للناس
وممكن حتى هذه الجوانب الإغاثية يتم عن طريق دعم جوانب اقتصادية داخل الوطن، مثل الجانب الزراعي اللي يتم تشجيع مثلا بعض المناطق لإنتاج القمح لإنتاج بعض المواد اللي يستهلكها المواطن اليمني، وبالتالي نكون قد حققنا جانبين، تنمية زراعية وفي نفس الوقت استفادة المواطنين في هذا الجانب. نعم دكتور شهاب العزعزي، تحدثنا عن مجموعة من المشاريع المهمة مثل إصلاح المطارات والمنشآت وما إلى ذلك. السؤال الذي يطرح نفسه، ما أهمية أو كيف يمكن الحديث عن التنمية في ظل حالة اللا حرب ولا سلم في البلد؟ حقيقة ما ذكره الأخ يعني المشاريع ممتازة، وسؤالك أيضا حرج، يعني هو فعلا الإشكال الموجود أنه بيتكلموا عن تنمية والبلد في حالة عدم استقرار. لا هي في حالة حرب ولا هي في حالة استقرار، في كأنه نوع من عدم المصارحة وعدم الجدية من الدول الراعية في إنهاء الملف اليمني، ولهذا السبب هم يحاولون تقديم المنح والمساعدات وأيضا إسعاف ما يمكن إنقاذه في هذا الوقت حتى لا ينهار البلد بشكل أكبر، وكأن هذه المنح والمساعدات وهذه المشاريع فقط لمرحلة مؤقتة إلى حين استقرار البلد، لأنه فعلا التنمية الحقيقية المنشودة والتي ينبغي أن تكون الأصل أن تتم بعد توفير الأمن والاستقرار وإنهاء الملف الأمني والحرب، بدون ذلك عبث لكل المشاريع، لأنه ممكن في أي لحظة يتم قصف المشروع الفلاني، ممكن يتم إيقاف المشروع الفلاني، ممكن يتم يعني إشكالات كبيرة الآن تعاني منها اليمن بسبب عدم الاستقرار السياسي والعسكري وغيره، فهذه الإشكالات كلها مرتبطة ببعض ولا يمكن أن تحدث تنمية، وإن نفذت بعض المشاريع فهي في الأخير معالجات جزئية. نعم دكتور شهاب، أيضا ما هي الإجراءات التي يجب على الحكومة برأيك التقيد بها لتنفيذ المشاريع هذه؟ الأصل أن الإجراءات تكون كالتالي، أن يتم التنسيق مسبق مع الجهات المحلية داخل الدولة خاصة في المناطق الخاضعة للشرعية، وأيضا التنسيق مع الجهات الأخرى غير الخاضعة للمناطق الشرعية إذا كان هناك إمكانية فتح خطوط معها، التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي والتحالف، التنسيق مع الدول الراعية أنه المشاريع تتم بشكل منطقي وسلس وإيجابي بحيث أنه فعلا يحدث تغيير على أمل استعادة الاستقرار، ما يكون منفصل عنها، بمعنى أن يربط عملية التنمية بعملية الاستقرار في اليمن. إذا تم بهذا التنسيق ستكون الإجراءات واضحة ومكتوبة ويتم الاتفاق عليها، أما أن يتم مجرد صرف مبالغ في تأسيس مشاريع وبشكل منفصل عن أي تنسيق، بشكل منفصل عن أي ترتيبات داخلية، ولا يمكن أن تحدث أي نوع من الاستقرار، ولا يمكن يلمسها المواطن اليمني، ولا يمكن يحدث تغيير أو تنمية في اليمن. نعم، أعود لضيفي من عدن الخبير الاقتصادي دكتور سعيد عبد المؤمن. دكتور سعيد، أوجه لك نفس السؤال، هل هناك حزمة من الإجراءات التي يجب على الحكومة التقيد بها، وما هي هذه الإجراءات؟ طبعا زي ما قال زميلي، الاصل انه ان تتوقف الحرب لكي يعود السلام والتنميه. لكن احنا في ظل هذا الوضع يعني زي واحد يعني في بعض البلدان الامطار لمده 6 شهور متواصله، ومع ذلك يعملوا تحت هذه الامطار، ينشئوا طرق والى اخره. احنا سنفترض انه الحاله هذه قد تستمر اشهر قادمه، اللي هي حاله اللا حرب واللا سلم، واحيانا حاله الحرب. لكن في كل الأوقات على الحكومة أن تعترف بالآتي. نعم. ألو. نعم معك، تفضل. على الحكومة أن تعترف بالآتي، أولا مسؤوليتها عن الشعب اليمني بكافة فئاته وفي كل المناطق، لأنه باعتبار أنه هذا واجب إنساني، والمجتمع الدولي على أن يعترف بهذا الجانب، لأننا نحن الآن مضطرين أن نعيش مثل هذا الوضع. الشيء الثاني أنه على الحكومة أن تنتبه لآلية مكافحة الفساد، لأنه الفساد مشكلة كبيرة جدا، وأي مبالغ في ظل وجود الفساد لن يكون لها قيمة، حتى أن بعض المشاريع أحيانا تنتهي بمجرد ما ينتهي تسليم المشروع، يعني نتيجة الفساد القائم. الشيء الثالث أنه على الحكومة فعلا أن تبحث لها عن جانب خبراء في كل الاتجاهات، مثل هؤلاء الخبراء
يستطيعوا ان يدعموا الحكومه ويقفوا معها ويساندوها بحيث تستطيع ان تقوم ببعض المشاريع التي تحقق تنميه مستدامه في مثل هذه الظروف، خاصه انه في استقرار كبير يعني في بعض المناطق في استقرار حقيقي ويمكن من خلاله ان تنجز مثل هذه المشاريع وتحقق نقله نوعيه يعني. فبالتالي على الحكومه ان تركز على الجوانب انه مسؤوليتها على هذا على هذا الشعب بشكل كويس. الشيء الثاني على مكافحه الفساد، وانه بقدر الامكان يتم الحد من تصرفات الفساد الان بدات طبعا اللي دمرت المجتمع اليمني من سابق وحولتنا الى دوله فاشله كما هو الحال الان، وبالتالي حتى لا تتحول اليه الفساد الى بلوعه تلتهم كل هذه المبالغ بحيث انه يتم انجازها. ثالثا يكون مع الحكومه مشاريع واضحه زي ما اتفقنا من البدايه، هذه المشاريع تستطيع ان تستوعب هذه المبالغ بالإضافة إلى المبالغ اللي قبل تأتي من المانحين الآخرين، ومثل المانحين الآخرين أعلنوا عن استعدادهم، بحيث أن هذه المبالغ على الأقل تستطيع أن تعمل عملية تنمية في زمن الحرب، تخفف من التدهور الاقتصادي، تخفف من معاناة الناس، تخفف كذلك من النظرة السيئة اللي ينظرها العالم إلينا. يعني حتى في الأخير نحن نخاف أن في فترة من الأوقات من العالم يتجنبنا تماما ويعتبرنا غير موجودين، يعني زي ما بدأت تصرح منظمة الأغذية العالمية يعني. دكتور سعيد، قبل قليل تحدثت مع ضيفي أيضا الدكتور شهاب عن الاستقرار، أنت تحدثت أيضا عن الاستقرار ونحن تحدثنا عن غياب الأمن الذي يمثل شرط من شروط التنمية. كيف ما هو تعليقك حول الحديث عن التنمية في ظل عدم في ظل غياب الأمن والاستقرار، رغم أنك قلت في أماكن في أو مناطق في اليمن فيها استقرار لكن الأمن ما زال غير مستتب؟ من المؤكد انه عندما تندلع الحروب دائما على طول عندما ترتفع اصوات البنادق تختفي اصوات العقل. وهذا الكلام انا اذكر لدانيال أراب موي رئيس كينيا عندما جمع الدول المطله على البحيرات البحيره العظمى في افريقيا وقال لهم هل تريد استقرار في افريقيا؟ هل تريد تنميه؟ قالوا نعم. قال لم ياتي اي مستثمر وهناك بندقيه تطلق. وفعلا هذه الدول الملاحظ انها خفضت اصوات البنادق، فنلاحظ الان تنميه حقيقيه في معظم الدول الافريقيه المطله على هذه البحيره، من كينيا الى اثيوبيا الى راوندا الى بوروندي، حتى ان بعضها اصبح يضربها المثل في التقدم والتطور وتسهيل الاستثمارات. احنا معروف انه الكون الفصل يجب ان تتوقف الحرب، لكن ما دام ليس هناك اليه واضحه لايقاف الحرب، فعلى الاقل نعمل تنميه في جمل الحرب. تنميه تحاول ان تستوعب لا سلم لا سلم فقدان الامن، وبالتالي هناك كثير من المشاريع يمكن ان تقام، لان المواطن اليمني الان بدا يعي انه ليس له من حل الا ان يعمل، الا ان يكافح، الا ان يعمل على تحقيق تنميه ولو بابسط الاشياء حتى يستطيع ان يعيش. وانا اعتقد انه اذا استطاعت الحكومه مع المانحين من ان تدير عجله التنميه الاقتصاديه بشكل حقيقي ستكون في النهايه النتيجة الحقيقية هي توقف الحرب، لأنه في الأخير قد يجد أمراء الحرب في اليمن أنه ليس هناك فائدة من الحرب وأنه لابد من تحقيق تنمية استجابة للمواطن، لأن المواطن عندما لا يشعر أن هناك تنمية ولا هناك من يهتم بمعيشته ولا هناك من يهتم بتطويره ولا من هناك من يهتم بحاجاته الأساسية، في هذه الحالة لا يهم أن تتوقف الحرب أو تبقى. لكن إذا شعر أن هناك اهتمام في هذا الجانب فأنا متأكد أنه في الأخير هذا قد يقود إلى إجبار أمراء الحرب في اليمن على التوقف عن الحرب والدخول في مجال السلم. نعم، أعود لضيفي من اسطنبول الدكتور شهاب العزعزي. دكتور شهاب، الوفد الذي زار عدن أمس التقى أيضا محافظ البنك المركزي حافظ معياد، برأيك ما هي أوجه الدعم التي سيتم تقديمها للبنك؟ أيضا هل ستعيد ترتيب الاقتصاد في البلد؟ طبعا اكيد اذا كان هناك فعلا المنحه ستصل ويتم اكيد سيكون من خلال البنك المركزي، لان منحه حكوميه ودعم حكومي ودعم خارجي سيكون بمعرفه البنك المركزي. لكن هي الفكره يعني مثل ما ذكرت لك سابقا واكد عليه الاخ الضيف الموجود انه الاصل يكون هناك تنسيق في عمليه تنفيذ هذه المشاريع وصرف هذه المبالغ، بمعنى انه يتم اشراك القطاع الخاص، انا هذا وجهه نظري، في احد الاجراءات واشراك المجتمع الدولي، بحيث انه التركيز على التنميه سيجبر اطراف الحرب على انه ممكن يقبلون بالحوار والاستسلام لايقاف الحرب.
إذا كانت مشاريع تنموية حقيقية يلمسها المواطن اليمني، ولو أقل شيء في مناطق معينة يكون فيها استقرار كامل ومناطق محررة تخضع للشرعية، يضمنوا أنه فعلا لو نفذت هذه المشاريع ستكون لها أثر إيجابي. البنك المركزي سيساهم في عملية نشر وتوزيع المبالغ وإعادة ترتيبها على مستوى الجانب الحكومي، لكن وجود الرخاء المالي بشكل كلي بالبلد لن يكون إلا بشراكة مع القطاع الخاص. نعم. فإذا أتاح البنك المركزي وسمح مع تنسيق مع الحكومة إشراك القطاع الخاص في المشاريع مصاحبة ومشاريع يعني موازية المشاريع التنموية للدولة، هذا سيحفز القطاع الخاص أنه يدخل في عملية التنمية، وسيكون هناك توفر كاش فلو، سيولة مالية لدى الطرفين، لدى البنوك التجارية والبنك المركزية. أما حاليا البنك المركزي نفسه يعاني من عجز سيولة، وأيضا يعاني من عدم وجود ارتباطات مالية منسقة مع الفروع. هو البنك نفسه يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى تنسيق، فأنا أعتقد أن المنحة هذه بتساعده كثير إذا استغلت بشكل صحيح، وإضافة إلى تنسيق مع القطاع الخاص. نعم دكتور شهاب العزعزي المستشار والخبير الاقتصادي من اسطنبول، أشكرك جزيل الشكر. بالعودة إلى ضيفي من عدن أستاذ دكتور سعيد عبد المؤمن، لو تحدثنا عن مبدأ الشفافية، كيف تقيم دور الجهات الرسمية في تنفيذ المشاريع والخطط في ظل الشفافية؟ أولا أنا أتكلم من صنعاء على فكرة. الشيء الثاني أنه بالنسبة للشفافية هناك عبارة جميلة تقول قليل من أشعة الشمس تكفي للقضاء على الكثير من الجراثيم، وهذه هي الشفافية. لو أن هناك شفافية واضحة فيما يخص إرادة الحكومة ومصروفاتها وما يأتي إليها بالمساعدات بالإعانات بالمشاريع المقدمة بتكوين مجموعة من منظمات المجتمع المدني الفاعلة للإشراف الطوعي على هذه المشاريع، أنا أعتقد أن هذه المشاريع ستحقق حتى ولو كانت مشاريع بسيطة، يعني ستحقق الكثير من النتائج الإيجابية. الشفافية مهمة جدا، لكن في ظل غياب الشفافية هناك مشكلة، وأنا ألاحظ الآن من خلال البنك المركزي والحكومة وآلية العمل بينهم كأن هناك ليس هناك تنسيق، وأنهم يعملوا كجزر متناثرة إلى الحد أنه كنا تفاءلنا خيرا بتراجع الدولار وتحسن قيمة الريال اليمني، لكن هنلاحظ الآن أنه الريال اليمني ينهار، وطبعا مؤشر غير جيد بالنسبة للاقتصاد باعتبار أنه مظهر من مظاهر مرض الاقتصاد عدم تعافي العملة. إذا الشفافية هنا مطلوبة، إذا كانت الشفافية مطلوبة بحيث أنها توضح ما الذي نعمله إرادة الحكومة خاصة في الجانب النفطي، ما هي المشكلة اللي تواجهها في كل الجوانب، هذا سيؤدي في الأخير إلى تحسين عمل الحكومة، في كذلك إلى تحسين استخدام الموارد المتاحة، إلى إعطاء نوع من الدافع للناس لأن يتعاملوا بشفافية وبجدية مع الحكومة ليقفوا معها في إنجاز المشاريع المطروحة. نعم، بالتالي ما هو دور هذه المنظمات في تعزيز الشفافية؟ حقيقة دورها كبير، وقد كانت في الفترة الماضية يعني في الفترة الماضية استطاعت هذه المنظمات أن تساعد الحكومة على أن تقدم نوع من الشفافية في مجال النفط، حتى أن صدرت 3 تقارير في مجال النفط عن إنتاج النفط واستخدامه، كذلك تم مراجعة بعض ضغوط أسعار الغاز المصدرة إلى الخارج، يعني حقيقة في شغل حقيقي، بدأ الكشف عن كثير من قضايا الفساد. الآن بدأ دور هذه المنظمات يتراجع بحكم التضييق عليها، يعني هذه المنظمات لكن أعتقد أنا أن البنك الدولي من خلال آلياته ومن خلال الحكومة من خلال معرفة المنظمات الجادة تستطيع هذه المنظمات أن تكون سند، خاصة أنه عملية الشفافية تتطلب تفاعل 3 أطراف اللي هي الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وحقيقة أثبتت هذا التحالف في كثير من البلدان قدرته على دعم الحكومة على في الشفافية وعلى التطوير والتنمية وعلى الحد من عملية الفساد والإهدار، والحكومة تستطيع أن تعمل ذلك بالتعاون مع كافة الأطراف، يعني بحيث أنها تستطيع أن تحقق شفافية حتى لا تذهب هذه الأموال إلى بالغات الفساد. دكتور سعيد، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا أيضا صرح عن افتتاح مكتب دائم للمنظمة في عدن، ما تعليقك؟ هل يؤثر ذلك؟ هل يغير المسار من مسار وضع هذه المنح؟
ممتاز، يعني لانه معروف ان البنك الدولي في هذه الحالات حيكون قريب من الحكومه، يسقط من خلال الحكومه كحكومه اقتصاديه على فكره، بحيث انه تستطيع ان تتجاوز بعض العقبات، لانه في لما تكون حكومه سياسيه زياده تفشل حقيقه خاصه مثل هذا الاوضاع. فممكن البنك الدولي بفتح هذا المكتب بالتنسيق مع الحكومه كجانب اقتصادي يستطيع ان توجه كل ما يخصصه البنك من موارد بشكل سليم، بالاضافه الى ان هذا سيشجع المانحين الاخرين على تقديم المنح والمساعدات لمحاوله استحداث تنميه مستدامه في الجانب التنموي في اليمن، بما يخفف من معاناه الناس في نفس الوقت يعمل على تحقيق نمو اقتصادي على الاقل مقبول في هذا الوقت. نعم، اشكرك جزيل الشكر. ضيفنا من صنعاء الخبير الاقتصادي دكتور سعيد عبد المؤمن. مشاهدينا، في ختام هذه الحلقة نشكر لكم حسن متابعتكم، هذه تحياتي لكم وتحيات معد هذه الحلقة محمد عبد المغني وبقية الطاقم، إلى اللقاء.